بكم إلى هذه النشرة الاقتصادية نقدمها من الميادين ونستهلها بالعناوين. تعاون اقتصادي استراتيجي بين روسيا وإيران وترقب لانعكاساته اقتصاديا وتجاريا على البلدين. الصين تكشف عن أول واردات رسمية من النفط الإيراني ب 260 ألف طن منذ عام 2020. أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على أهمية تغيير النظام المالي والمصرفي بين إيران وروسيا وتوقيع اتفاقيات تسمح للبنوك الإيرانية بالعمل في روسيا وبالعكس، وشدد رئيسي من موسكو على أن البلدين يملكان إرادة جدية لتنمية التعاون بينهما. وكان وزير الاقتصاد الإيراني قد كشف عن الاتفاق مع الجانب الروسي على تنفيذ مشاريع خط الائتمان المشترك بقيمة 5 مليارات دولار، فيما أعلن وزير النفط الإيراني الاتفاق مع الجانب الروسي على التعاون في تطوير حقول الغاز والنفط وإنشاء مصافي البترول ونقل المعدات التكنولوجية. أما عن التعاون في تنظيم سوق الطاقة فقال الوزير الإيراني إنه سيجري العمل على نقل الغاز الإيراني إلى باكستان والهند بمشاركة الشركات الروسية. إلى ذلك قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي أنه تم التوقيع على اتفاقيات ووثائق مهمة أثناء الاجتماع مع العديد من المسؤولين وشركات النفط والطاقة الروسية، وسوف تظهر نتائج هذه الاتفاقيات قريبا. أوجي وفي حديث لوكالة إيرنا من موسكو أشار إلى أنه التقى وزير الطاقة الروسي ونائب رئيس الوزراء وتوصلوا إلى اتفاقيات مهمة أكثر من المتوقع، ولفت إلى أنه تم التوصل إلى اتفاقيات جيدة في مجال التعاون النفطي والطاقة مع العديد من الشركات الروسية القوية في مجال المشاركة في توسيع حقول الغاز والنفط الإيرانية وإنشاء مصافي بتروكيميائية ونقل التكنولوجيا والتجهيزات المتطورة في هذه المجالات إلى إيران. أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم سيرجي أكسيونوف أن بلاده ستزود سوريا بما يصل إلى 1 مليون طن من القمح سنويا، وذلك في ختام زيارة الوفد الحكومي السوري للقرم. وأوضح رئيس الوفد السوري وزير الاقتصاد والتجارة محمد سامر الخليل أن المساحات المزروعة تراجعت في سوريا بسبب الحرب، ما يجعلها مضطرة إلى شراء نحو 1.5 مليون طن من القمح سنويا. ويذكر أن الزيارة استمرت 3 أيام وركزت على تطوير الشراكة وتعزيز التجارة والترانزيت. تشجيع العمل المشترك في مجال النقل البحري، وخاصة أن مرافق القرم هي تقريبا أقرب مرافق روسيا الاتحادية إلى سوريا. أي باخرة بين سوريا والقرم ما تحتاج أكثر من 5 أيام بتكون واصلة. هذا شيء أكيد بيحقق تخفيض بالتكلفة نتيجة تخفيض الزمن. الشركة المشتركة اللي رح تكون من خلال الشيء اللي عم يتم العمل عليه اليوم بين وزارة النقل السورية ووزارة النقل في القرم، بالتأكيد تعمل مع تواتر الرحلات الخاصة، تعمل تنشيط أيضا بعملية النقل التجاري لكثير من البضائع اللي ممكن القرم تشكل شيء بوابة إضافية، سواء للمنتجات السورية باتجاه أسواق الروسية أو بالنسبة للمنتجات الروسية باتجاه سوريا. أيضا تم الاتفاق على أو توقيع اتفاقية خاصة في مجال التعاون السياحي، سواء من خلال التعاون والترويج السياحي أو تبادل مجموعات سياحية أو مجموعة من الأنشطة كلها تضمن هذا القطاع. هي اتفاقية أيضا من اتفاقيات مهمة. تم دراسة موضوع أن يكون هناك خط نقل جوي بناء على اقتراح جمهورية القرم. هل في دراسة عم تتم أيضا مع من خلال شركة واحدة شركات طيران من خلال رحلات منتظمة ممكن تكون عبر يعني دولة أو مدينة ثالثة، ممكن هي قيد الدراسة. الموضوع في عنا مواضيع تتعلق بالتحويلات المالية، كانت خلال الفترة الماضية بجوز في بعض الفترات واجهنا عوائق بهذا الاتجاه نتيجة بحاجة لتسوية للعمليات التجارية ماليا. كمان في تم إيجاد بعض الحلول تتعلق بموضوع الحسابات المتبادلة بالمصارف، وهذا الشيء الحقيقة بيساعد عملية تجارية على مستوى الاستيراد والتصدير تكون بسهولة أكبر وبتكلفة أقل من خلال القنوات اللي راح تكون هي موجودة وحاضرة.
كشفت الجمارك الصينية أنها استوردت النفط الخام من إيران برغم العقوبات الأمريكية. بكين استوردت نحو 260 ألف طن من الخام الإيراني حتى الشهر الماضي، وكان شهر كانون الأول ديسمبر من عام 2020 آخر ما سجلته الجمارك الصينية عن واردات الخام من إيران، إلا أن الواردات تجاوزت 500 ألف برميل يوميا بين شهري آب أغسطس وتشرين الأول أكتوبر الماضيين، إذ رأى المشترون أن ميزة الحصول على الخام بأسعار زهيدة تفوق مخاطر انتهاك العقوبات الأمريكية. أوقفت شركة الغاز الوطنية الإيرانية إمدادات الغاز الطبيعي إلى تركيا 10 أيام بسبب عطل فني، وأوضحت شركة بوتاش التركية لأنابيب النفط والغاز الطبيعي أن كمية الغاز الموردة إلى تركيا من قبل شركة الغاز الإيرانية انخفضت منذ نحو 3 أيام إلى ما يقرب من ثلثي الكمية المقررة. إلى تونس، حيث كشف اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي عن تجاوب رئيس الدولة مع تخوفات الاتحاد من الوثيقة المسربة التي كشفت الإصلاحات الحكومية المزمع إجراؤها لإنعاش الاقتصاد التونسي. مراد لنسي من تونس والتفاصيل. غضب نقابي وشعبي أثارته الوثيقة الحكومية المسربة التي تضمنت تعهدات لصندوق النقد الدولي. أبرز التعهدات تجميد الأجور في القطاع العام لمدة 3 سنوات، إلى جانب تجميد التوظيف في المؤسسات والإدارات العامة والرفع التدريجي للدعم عن المحروقات، فضلا عن زيادة أسعار الغاز والكهرباء والتخلي عن عدد من المؤسسات العامة. الحكومة وصفت هذه الإجراءات القاسية بالإصلاحات، لكنها بالنسبة إلى الآخرين جزء من مخطط لإفقار التونسيين. لابد أن تعي القوى الوطنية والشعب التونسي أن قدرنا ليس مع صندوق النقد الدولي، قدرنا مع حكومة وطنية لها رؤية ولها برنامج ومشروع مجتمعي ومشروع اقتصادي واجتماعي. اتحاد الشغل كان وما زال من أبرز الرافضين لهذه التوجهات، لكن اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس قيس سعيد بالأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي كشف عن تقارب في وجهات نظر الجانبين حول التحفظ على جزء من هذه الإصلاحات المزمعة لما لها من خطورة على الوضع الاجتماعي. الإصلاحات التي أعطتها تونس لصندوق النقد الدولي يعني قد تكون هناك فاتورة اجتماعية مقلقة أو فاتورة يعني ثمن اجتماعي قد يكون مرتفع وقد يتسبب في احتجاجات اجتماعية جديدة، عندما نتكلم خاصة على منظومة الدعم، عندما نتكلم عن غياب كل استثمارات للدولة في مجال الصحة لمدة 10 سنوات. إصلاحات اقتصادية يشترطها صندوق النقد الدولي على تونس لمدها بالتمويلات اللازمة، يقابلها رفض واسع وتحذير من التبعات الخطرة لرفع الدعم وبيع الشركات والمؤسسات العامة، وهو ما يعني أن الحكومة التونسية مدعوة إلى البحث عن حلول تراعي مختلف هذه التناقضات. من دون هذه الإصلاحات لن تحصل تونس على التمويلات الخارجية، لكنها إصلاحات تلقى رفضا واسعا في ظل مؤشرات على إمكانية تعديل الحكومة لبعض خططها، ولا سيما بعد اللقاء الذي جمع الرئيس قيس سعيد بأمين عام اتحاد الشغل. مراد الدلنسي، تونس، الميادين. حذر الرئيس اللبناني ميشيل عون من بعض الجمعيات والمجموعات التي نشأت بعد انفجار مرفأ بيروت وتعمل على استثمار الدعم المادي والإنساني لأهداف سياسية وتحت شعارات ملتبسة. وفي كلمة أمام السلك الدبلوماسي، دعا عون إلى حصر الدعم والمساعدة بمؤسسات الدولة والهيئات والمنظمات الإنسانية والدولية. أن بعض الجهات تجاوزت واجب التنسيق مع مؤسسات الدولة اللبنانية الجامعة وتعاطت مباشرة مع جمعيات ومجموعات بعضها نبت كالفطر بعد انفجار المرفأ وتعمل على استثمار هذا الدعم المادي والإنساني لأهداف سياسية وتحت شعارات ملتبسة، خصوصا وأن لبنان على أبواب انتخابات نيابية. الأمر الذي يدفعني للتنبيه إلى ضرورة الحذر من هذه المجموعات وحصر الدعم والمساعدة بمؤسسات الدولة.
قرر مصرف لبنان المركزي مواصلة السماح للبنوك التجارية بشراء أي كمية من الدولار بالسعر المحدد على منصة صيرفة، وأدى هذا التدخل للبنك المركزي في سوق العملات، والذي بدأ الأسبوع الماضي، إلى ارتفاع قيمة العملة اللبنانية بمقدار 10,000 ليرة تقريبا إلى نحو 23,000 مقابل الدولار. ويرى بعض الخبراء أن هذا الانخفاض لن يدوم طويلا، لأن احتياطي العملات الصعبة محدود ولن يكفي لدعم سعر الصرف طويلا. أصدرت المحكمة الجزائرية حكما قضائيا سادسا بالسجن بحق رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق عبد المالك سلال في قضية فساد تورط فيها أيضا وزير الموارد المائي الأسبق حسين نسيب ومسؤولون حكوميون. وقضى الحكم الجديد بسجن سلال 4 سنوات بتهمة منح صفقات عمومية على نحو لا يطابق القانون، وتبديل أموال عامة تبديد أموال عامة عندما كان وزيرا للموارد المائية قبل ترأسه الحكومة عام 2012. وحكمت المحكمة بالسجن ل5 سنوات بحق حسين نسيب، وكذلك بحق المدير السابق للشركة الجزائرية للمياه آية منصور عبد النور. قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن تحالف أوبك بلس لن يستطيع وحده حل مشاكل إمدادات النفط العالمية. ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن المزروعي قوله إن الإمارات تعمل مع تحالف أوبك بلس لضخ كميات إضافية من الخام شهريا لتحقيق توازن بين العرض والطلب. ولفت المزروعي إلى أن الإمارات ستزيد إنتاجها إلى 5 ملايين برميل سنويا بحلول عام 2030. بهذا نختم أخبار النشرة الاقتصادية. للمزيد زوروا موقعنا الميادين.net بلغاته العربية والإسبانية والإنجليزية. شكرا وإلى اللقاء.